بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، ونحن في ليلة الاثنين لأربع خلونا من شهر ربيع الآخر لعام 41 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأول من ديسمبر أو كانون الأول لعام 19 2000 بالتوقيت الجريجوري. وأحد الإخوة الكرام أرسل تسجيلا لفضيلة الشيخ الوقور الموقر حبيبنا الشيخ سعد الخثلان في 2:28 وزيل فيه تنبيه مهم من الشيخ سعد الخثلان عن يوم في السنة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل فيه داء، وقد ذكر في كتب من كان قبلنا أن هذا اليوم يكون في شهرنا هذا، بن قوسين كاتب شهر ديسمبر إلى آخره. نقول أيها الكرام الفضلاء، الآن نحن نسمعكم هذا التسجيل لفضيلة شيخنا الشيخ الخثلان، ونبين ما فيه، ونبين أيضا هذه الرسالة التي هي يعني فيها شيء من عدم الصواب عن التي كتبها وفهمها هذا الأخ الكريم من خلال ما نوه على كلام الشيخ الخثلان. الآن تستمعوا لكلام فضيلة الشيخ، جزاه الله خير. من السنة تغطية الإناء سواء كان فيه ماء أو كان فيه طعام أو شراب مع ذكر اسم الله تعالى، ولو لم يجد إلا عودا فليعرضه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يصادف إناء لم يخمر إلا وقع فيه، وهذا قد جاء في صحيح مسلم. كل سنة فيها ليلة ينزل فيها هذا الوباء. وابن قيم ذكر في الهدي النبوي أن الأعاجم يقولون إنها في كانون الأول، يعني كانون الأول وافق أي شهر؟ نعم ديسمبر، يعني هذا الشهر الذي نحن فيه الآن. نعم هذا الشهر. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن في السنة هذه الليلة ينزل فيها وباء لا يجد إناء لم يخمر إلا وقع فيه. ولذلك تجد بعض الناس يصاب بوعكة ولا يدري ما السبب، ربما يكون السبب هو وقوع هذا الوباء في هذا الإناء وأنت لم تخمر هذا، لم تغطي هذا الإناء. هذا ينبغي أن ننبه أهل البيت بأن يغطوا الأواني، لا يترك إناء مكشوف، ولا تشرب أنت من إناء مكشوف. حتى لو وجدت إناء مكشوف اغسله قبل، لأن ربما وقع فيه هذا الوباء. هذا مما أخبر به من لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آداب يغفل عنها كثير من الناس. إذن السنة تغطية الإناء، وإذا وجدت إناء مكشوفا لا تشرب منه ولا تأكل فيه حتى يغسل، ربما يكون قد وقع فيه ذلك الوباء. ربما أيضا تعبث به الشياطين أيضا قد تعبث ببعض الأواني المكشوفة، لكنها لا تعبث بالإناء الذي غطي وذكر اسم الله عليه. إذن الباب عندما يغلق ويذكر اسم الله لا يمكن يفتحه الشيطان، الإناء عندما يغطى ويذكر عليه اسم الله لا يمكن أن يعبث به الشيطان. هذه مما يتقى بها الشياطين. بل حتى أن الإنسان إذا دخل الخلاء وذكر اسم الله فإن الشياطين لا يمكن أن ترى عورته، ستر ما بين الجن وأعين، ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. إلى هذا الحد انتهى التسجيل الذي هو منتشر. وربما يظن المستمع أن الشيخ قال هذا الكلام الآن، لأن احنا قلنا الآن 1 ديسمبر، لكن هذا الكلام أيها الكرام الفضلاء كان قبل 4 سنوات، وكان في دورة في جامع سعيد بن زيد بعنوان الحظ الوافر، دورة تأصيلية في مسجد سعيد بن زيد بعنوان الحظ الوافر في مدينة الخرج. وكان ذلك من العصر إلى المغرب ليوم السبت 14 من شهر صفر لعام 36 و400 و1000
من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبل كم؟ احنا الآن في 1441، يعني قبل 5 سنوات، يعني قبل 5 سنوات. وكان الشيخ يشرح في كتاب أو يشرح بعنوان فصول في الآداب ومكارم الأخلاق، وقال الشيخ إن هذا ربما الكتاب أخذ كتاب الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 1305. هذا لتوضيح أيها الكرام الفضلاء تاريخ هذه التسجيلات. أنتم تعرفون الوادس سبحان الله يرسل فيه الأشياء فيظن الإنسان أنها في هذا الوقت. طيب إيش أصل المسألة هذه أيها الكرام الفضلاء؟ أصل هذه المسألة حديث انفرد به الإمام مسلم عن البخاري، هذا الحديث من مفردات الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، وفيه حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وقال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا الليث ابن سعد، هذا الفهم المصري، بهذا الإسناد بمثله، غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء، وزاد في آخر الحديث قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول اللي هو شهر ديسمبر. طيب هذا هو الحديث أيها الكرام الفضلاء، وهذا هو أصله، والكلام الأعاجم عندنا تقول ذلك في كانون الأول، هذا من كلام الليث بن سعد لما كان يراه من فعل النصارى في مصر، ولأنه هو مصري الإمام الليث بن سعد الفهمي المصري. قال الشيخ التويجري في البدع الحولية نقلا عن اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم قال جرت عادة النصارى على الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، وهذا العيد يكون في اليوم الذي يزعمون أنه ولد فيه المسيح ابن مريم، وهو يوم 24 من كانون الأول ديسمبر. إذن قال وسنة في ذلك كثرة الوقود وتزيين الكنائس، يعني كثروا الأنوار يعني، وكذلك البيوت والشوارع والمتاجر، ويستعملون فيه الشموع الملونة والزينات بأنواعها. إذن لأجل هذا هم عندهم اعتقاد فاسد إن الوباء ممكن ينزل فين؟ ينزل في هذا الشهر، لأن هذا الشهر أيضا حصل فيه صلب للمسيح إلى غير ذلك على عقيدتهم الفاسدة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال صاحب التكملة هناك في كتاب على شرح الإمام مسلم ابن الحجاج، هذا الكتاب يسمى التكملة، وهذا الكتاب قال فيه صاحبه، وهذا أيضا الكلام منقول ونقله في تكملة فتح الملهم، هذا هو اسم الكتاب. قال كان كانون الأول اسم لشهر معروف هو شهر ديسمبر، قال وليس في توقعهم حجة للمسلمين، وإنما المذكور في الحديث يوم أو ليلة ولا سبيل لتعيينهما. ليه؟ لأن القاعدة تقول أيها الكرام الفضلاء النكرة في سياق الأمر تدل على العموم، ولو كان في تعيينها شيء كان عينها النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة تقول أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، أو شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ، ونزلت هذه الشريعة الغراء بنسخ والهيمنة على كل الكتب السابقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيدي لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا الدين نزل مهيمنا على كل الكتب التي نزلت قبله، نزل هذا الدين مهيمن على كل الكتب التي كانت
قبله كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الآية. ولذلك هذا الكلام الذي قالوه والذي نقله الليث بن سعد رحمه الله إنما هو من الأهواء التي هم أشربوا فيها والبدع التي هم نقلوها. والشيخ وفقه الله شيخنا الغالي الشيخ الخثلان لما ذكر ذلك ذكره على سبيل استئناس ولم يذكره على سبيل استدلال وهو الكلام ليس منسوبا لابن القيم إنما ابن القيم رحمه الله ذكره في زاد المعاد في هدي خير العباد ذكره وهو لليث بن سعد كما وضحنا في الرواية السابقة. يقول الإمام صفي الرحمن المبركفوري في منة المنعم في شرح صحيح مسلم: ونزول الوباء في هذا الشهر بالضبط لم يثبت بالطريق العلمي المعروف، وإنما كان هذا ظنا من الظنون التي تنتشر في الشعوب دون أن يكون لها مستند علمي. والثابت بالحديث هو نزول الوباء في يوم من أيام السنة مطلقا. الجزء الثالث صفحة 55 و300 من منة المنعم في شرح صحيح الإمام مسلم. لذلك أيها الكرام الفضلاء فليس لنا أن نجزم ونقول هو هذا هو شهر ديسمبر هو الذي ينزل فيه ذلك، وإلا نكون بذلك قد شرعنا شيئا ما أنزل الله به من سلطان وليس عليه دليل. نضيف إلى ذلك قال الشيخ محمد علي آدم في كتابه الماتع الذي شرح فيه صحيح الإمام مسلم وسماه بالبحر الثجاج على شرح مسلم بن الحج صحيح مسلم بن الحجاج، وكذا قال الشيخ محمد الأمين الهرري رحمه الله في الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج كلاهما قال وليس في توقعهم حجة للمسلمين، وإنما المذكور في الحديث يوم أو ليلة ولا سبيل إلى تعيينهما، وكأنهم ينقلان ذلك عن العثماني صاحب كتاب التكملة الذي ذكرنا تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم. وعليه أيها الكرام الفضلاء فهي ليلة ويوم لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم بعد ذلك ختاما لهذه الفائدة هذه مجموعة من الآداب، وأيضا عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أيضا سمع عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، يعني أول ما يأذن المغرب هذا هو أول المساء، فكفوا صبيانكم، يعني لو ابنك بيلعب برا البيت على طول دخلوا جوة البيت، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، ولذلك أغلب المس والمشاكل تقع في هذه الفترة. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، يعني بعد صلاة المغرب أو كذا خلوهم يرجعون يمارسون ألعابهم إذا كان يلعبون. قال: وثانيا وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ذكر عليه اسم الله، لذلك تكفل الأبواب كلها في البيت عند هذه اللحظة وتذكر اسم الله عز وجل. ثالثا وأوكوا قربكم، إيه معنى إيكاء القرب؟ اللي هو أنك أنت القربة هذه الناس تضع فيها أسقيتها، وما زال إلى اليوم في بلاد المسلمين يفعلون ذلك، أو من خرج إلى البرية يفعل ذلك. وإيكاؤها يعني تربط إيش؟ تربط فوهتها وتربط أعلى حتى وتذكر اسم الله عليه أيضا. قال رابعا وخمروا آنيتكم، تخمير الإناء يعني تغطيته، واذكروا اسم الله، يعني في كل أعمالك هذا من أغلق الباب وإيكاء القرب يعني شد رباطها وتخمير الآنية تغطيتها، وأنك تذكر اسم الله على كل شيء من مثله. ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني إذا ما لقيت غطى للإناء حط عليها عود أو ملعقة أو كذا وتسمي لها. خامسا وأطفئوا مصابيحكم، هذه أمور شرعية وأمور دينية أيها الكرام الفضلاء، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في أمره إلا الخير والبركة. وأيضا من حديث الزهري عن سالم عن أبيه وعبد الله بن عمر
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هذا أدب أيضا، لما تيجي تنام جزاك الله خير طفي الأنوار، ما تترك، لأن هذا النور الكهرباء دينار، وأيضا الجوال ما تخليه في الشاحن. ولذلك كم من الناس لما تركوا الجوالات في الشواحن مثل هذه الأشياء أوقدت عليهم وولعت عليهم، وحصل أسرة كاملة ذهبت من أجل هذا. ولا تترك سراجا منيرا، طفي كل هذه الأنوار. هذا ما أردت أن أبينه للأخ السائل الكريم، وهذا ما تيسر إراده وتيعدده عن الله على ذكري، صلى الله عليه وحمد الله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أبي رحمة الأبرار، واحفظ والدتي على طاعتك يا عزيز يا غفار، وأصلح ذرياتنا وأصلحنا يا رب العالمين، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. تم الكلام، وربنا المحمود له المكارم العلى، وليثم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. لا حقنا وركنا وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.